ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من فراك نعله، والنار مثل ذلك. هل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه إذا كان صحيحا؟ جزاكم الله خير. نعم، الحديث صحيح، ومعناه أن الإنسان لا يدري في أي ساعة يموت، وإذا مات فإنه يكون إما في الجنة وإما في النار، يعني أن الموت قريب منه، لا يدري متى يموت، وإذا مات ختم عمله وصار إما من أهل الجنة إن كان من السعداء أو من أهل النار إن كان من الأشقياء. جزاكم الله خيرا.